ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي طلبة زملائي الأساتذة، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الفيديو الذي يحمل عنوان تمرين شامل في الهندسة الفضائية. إذا قال نعتبر A B C أربع نقاط من الفضاء، إحداثيها إحداثية A 1 0 -1، إحداثية ال B 2 2 3، إحداثية C 3 1 -2، وإحداثية ال D -4 2 1. إذا السؤال الأول قال بين أن ABC تعين مستويا، إذا ABC تعين مستوى. الآن هذا السؤال حكينا عليه ذيك النهار، كيقول لي بين أنها تعين مستوي، وش معناتها؟ قلت لك ذيك النهار باش يقول لي أن ثلاث نقاط تعين مستوي يكفي أن نبين أن هذا ثلاث نقاط غير مرتبطة خطيا، معناتها هذا الثلاث نقاط ماهيش على استقامية، معناتها A والبي والسي هذه ماهيش على استقامية، وباش نبينوا أن ثلاث نقاط ليست على استقامية، نبينوا هذه أنه AB الشعاع AB ما يساويش كا في AC، ويوم ماشي دائما AB وAC، نكتبوا ثاني BC. نقدر يحسبوا ما يساويش ك في بي ا بي، نحسب الشعاع مركبة شعاع ا بي. شعاع ا بي وش قلنا؟ نهاية الأول نهاية ناقص البداية، إذا اكس بي ناقص اكس ا، يجريك بي ناقص يجريك ا، زد بي ناقص زد ا، إذا 2 -1 1، 2 -0 2، 3 -1 لي 4، ا سي شعاع ا سي، النهاية ناقص البداية 3 -1 2، 1 -0 1، -2 -1 -1. الآن هل هناك ارتباط خطي؟ باش نقول كاين ارتباط خطي، معناتها AB يساوي ك في AC، هاك واش معناتها؟ معناتها هذه 2 تساوي عدد في الواحد، وهذه تساوي عدد في نفس العدد، هنا نفس العدد، ماشي هنا هذه نضربها في 2 وهذه نضربها في الواحد على 2، لا لا، لازم اذا ضربت هنا في 2 نضرب هذا ثاني في 2، باش نبينوها 2 على 1 هل تساوي 1 على 2؟ ماشي معناتها درت المقلوب اللي هنا، 2 المركبة تاع هذه كي نقسمها على هذه، الآن AB على AC تساوي ك، إذا 2 على هذه تساوي 2 على 1، هل هي تساوي 1 على 2؟ ما كاش منها، إذا ABC تعين مستوي. خلاص جاوبت على السؤال الأول. الآن طلب مني استنتج، ثم قال لي عين شعاع ناظمية لهذا المستوي، قال لي عين شعاع ناظمي لـ ABC. شوف شعاع ناظمي ايش عرفناه؟ قلنا هو كل شعاع يكون عموديا على المستوي، هو كل شعاع يكون عمودي على المستوي، اذا كان عمودي على المستوي فهو بالضرورة عمودي على كل أشعة تنتمي لهذا المستوي، عمودي على كل الأشعة اللي تنتمي لهذا المستوي. ان اذا سميت ان مركباته ABC ناظمي لـ ABC وش معناه؟ معناه ان هذا راح يكون عمودي على شعاع AB اذا اعتبرت ان AB ينتمي الى المستوي هذا، وان راح يكون ثاني عمودي على شعاع AC. ان اذا كان ان عمودي على AB وش معناتها؟ معناتها ان سلميا AB تساوي الصفر، وان سلميا AC تساوي الصفر. الان نعوض AB كم احداث كم مركباته؟ 1 2 4، إذا A زائد 2 B زائد 4 C تساوي الصفر. نعوض هنا AC، AC 2 1 -1 نعوض بها، إذا 2 A -B أو 2 A + B - C تساوي الصفر. الآن نحل عادي جدا، نضرب هذه في 4 ونجمع، نضرب هذه في 4 ونجمع، نلقى إذا 8 + 9 A زائد 4 + 2 + 6 B تساوي الصفر، ويساوي 3 -3 على 2 من A. خلاص نرفد الـ A هذه، نرفد هذه الـ A ونعود نعوضها في معادلة من 2، الآن 2A - 3 على 2A
زائد او ناقص سي تساوي الصفر. اذا سي شحال نلقاوها؟ اذا سي تساوي 1/2 ا، مفهوم؟ 2 ان واحد المقام نلقى هنا ا على 2 نديها من هنا تولي ناقص ا على 2 مع ناقص تولي زائد ا 2، مفهوم؟ الان الشعاع ان كيفاش تكتب؟ ان كيفاش تكتب؟ الان ان يكتب من هذا الشكل ا ناقص 3 على 2 ا و1 على 2 ا. الان ليكن ا يساوي الواحد صح او 2، باش نتخلص من 2 هذه احنا نلقى ان قيمته 2 ناقص 3 والواحد، مفهوم؟ الان كيفاش نكتب معادله ديكارتيه علم علم شعاعها الناظمي؟ شوف المعادله الديكارتيه كيفاش تكتبها. ها المعادله الديكارتيه، شوف هذا الشعاع مركبات اللي هو 2 وناقص 3 والواحد حطه مع الاكس، اذا 2 في اكس وهذا تحطه مع الاي ناقص 3 اي وهذا تحطه مع الزاد زائد تكتب زائد دي تساوي الصفر. الان باش نعين دي، تعيين دي، تعيين دي، نعينو دي من النقاط اللي عندي، عندي ا والبي والسي تنتمي، معناتها الاحداثيات تاع ا تحقق لي المعادله تاع المستوي، الاحداثيات تاع البي تحقق لي المعادله تاع المستوي، الاحداثيات سي تحقق لي المعادله تاع المستوي. ناخذ مثلا مثال ا 1 0 ناقص 1 نعوضوها هنايا، هنا ناخذ ا احداثيتها مثلا 1 0 ناقص 1 نعوضوها هنا، اذا شحال راح تكون عندي؟ 2 في 1 ناقص 3 في 0 زائد تولي ناقص 1 ناقص واحد عفوا زائد دي تساوي الصفر. اذا دي كم يساوي؟ دي راح يساوي ناقص واحد، مفهوم؟ حساب فقط، مفهوم؟ الان معادله تاع المستوي تاع ا بي سي كيفاش تصبح؟ 2 اكس ناقص 3 اي زائد زد ناقص واحد تساوي الصفر. هي معادله للمستوي، هي معادله للمستوي A B C. أن A B C قائم، باش نبينو أن المثلث قائم يا أخي قريناها في السنة الرابعة، نبينوها بنظرية فيثاغورس، هذه طريقة. كاين طريقة أخرى وكان الآن قريتها في الدوزياماني. الآن كي حسبته سلميا أن الجداء السلمي في الدوزياماني إيش قلتو به؟ إذا كان A B سلميا A C يساوي الصفر، فإن المثلث أو فإن الشعاعان A B و A C متعامدان، هكذا قريتوها هكذا. إذا A B نحسب نسي نحسب أنا A B سلميا AC تساوي NAB وجدناها 1 2 4 سلميا 2 1 ناقص 1 انا شو تساوي 2 في 1 2 زائد 2 ناقص 4 وتساوي الصفر. اذا ABC مثلث قائم في A، هذه طريقة. الان نقدروا نحسبوا طويلة الشعاع AB ونحسبوا طاولة الشعاع AC ونحسبوا طاولة الشعاع BC ونطبقوا عليها نظرية فيثاغورس، AB مربع زائد AC مربع تساوي BC مربع، مفهوم؟ الآن السؤال الذي بعده قال احسب مساحة المثلث، إذا S مساحة المثلث تساوي AB الطول AB فالAC على 2، طول AB شحال؟ مركبات 1 مربع زائد 2 مربع زائد 4 مربع زائد و2 مربع زائد أو في عفوا في واحد مربع في واحد مربع زائد واحد مربع على 2، إذا في جذر 6 على 2 وتساوي 3 على 2 جذر 14 سنتيمتر مربع، مفهوم؟ إذا إذا السؤال الذي بعده قال عين بعد النقطة دي عن المستوي، عين بعد هذه النقطة دي، عين بعد النقطة دي عن المستوي. هذا السؤال كان قادر يطرحه لك بصيغة أخرى، يطلب منك يقول لك بين لي أن دي لا تنتمي. دي ما تنتمي شو معناتها؟ نجاوب عليه بزوج طرق. دي ما تنتمي شو قادر نجاوب عليه بزوج طرق؟ نبين أنه دي، نبين أنه النقطة دي هذه، نحسب لا ديستانس تاع دي، تاع دي عفوا دي ماجيسكيل على المستوي ABC
شحال لازم نلقى؟ لازم نلقاها تختلف عن الصفر، إذا لقيتها تساوي الصفر معناتها النقطة هذه راح تنتمي، هذه الطريقة الأولى. قادر نبين الطريقة الثانية أنني نعوض إحداثية النقطة دي في المستوي، في المعادلة الديكارتية للمستوي راح نلقاها ما تساويش صفر. مفهوم؟ إذا ديستانس أبي كم قلنا؟ نعوض بالمعادلة، إذا أ إذا 2 إكس دي ناقص 3 إيكغريك دي زائد زد دي زائد ناقص 1 معادلة الديكارتية، ناقص 1 على 2 مربع زائد 3 مربع زائد 1 مربع وتساوي ان اكس دي دي احداثية حقان ناقص 4 2 1 8 ناقص 8 ناقص 8 ناقص 6 ناقص 14. اذا 14 كيدخل بالقيمة المطلقة على جذر 14 وتساوي جذر 14 سنتيمتر. مفهوم؟ الآن السؤال الذي بعده قال الأنكرها بعيدة عن المستوي، نعتبر أنه هذا هو المستوي تاعي A B C، هذا المستوي تاعي، ديرها ما تنتميش للمستوي معناتها راح تكون هنا، الشكل هذا اللي راح يخرج عندي شنو؟ عبارة عن هذا. إذا المساحة حجمه، قال احسب حجمه، إذا V إذا سميته V وش يساوي؟ يساوي 1 على 3 مساحة القاعدة في الارتفاع، 1 على 3 مساحة القاعدة وشحال؟ مساحة القاعدة هي مثلث قائم، وشحال لقيناها؟ لقيناها 3 على 2 في جذر 14، الآن ارتفاعه وشحال؟ ارتفاعه هو هذا في جذر 14 وتساوي 14 على 2 وتساوي 7 سنتيمتر مكعب، لأننا نحكي عن الحجم. لحد الآن أسئلة سهلة. الآن السؤال الذي بعده قال أحسب أوميجا مركز سطح الكرة الذي معادلته، شوف أحسب أوميجا مركز سطح الكرة حيث أعطاني المعادلة، قال إكس مربع زائد إيكغريك مربع زائد زد مربع زائد 2 إيكغريك ناقص 6 زد ناقص 15 تساوي الصفر. اكتب هذه إكس مربع، عندي لهنا إكس وحدها ولا ما عنديش؟ ما كانش، خليها هكذا. زائد إيكغريك مربع، الآن عندي لهنا إيكغريك، نكتب زائد 2 إيكغريك، 2 إيكغريك، والاثنين هذه نكتبها هنا والإيكغريك نكتبها هنا، زائد نخلي إسباس لهنا، زائد زد وعندي زد مربع ناقص عندي 6 زائد نكتب 2 في 3 زائد، شوف هكذا نخلي لي سباس ونكتب ناقص 15 تاعي تساوي الصفر لنا هكذا. الان العدد اللي نضربه في 2 اكغ يعطي لي 2 اكغ هو 1 هكذا، اذا نكتب هنا زائد 1 ونكتب هنا ناقص 1 نزيد 1 هنا ونقص 1 هنايا، تبع معايا غير بالعقل وكي تفهم شنو ندير، نزيد واحد هنا وننقص واحد منه، وزاد عندي زاد مربع ناقص 2 في 3، الآن هذا العدد نكتبه هنا زائد مربع زائد 3 مربع اللي هو زائد 9، كي زاد 9 واش لازم نقص؟ ندير ناقص 9 تساوي الصفر. فهمتني ولا لا؟ اكس نشوف الاكس، لكن عندي اكس واحد اخر ولا ما عنديش؟ عندي غير اكس مربع معناتها نحطه لهنا. الايكغريك الآن ايكغريك راه عندي ايكغريك وعندي 6 زوج ايكغريك، نكتب الايكغريك زائد 2 إيكغريك هذيك نكتبها هي 2 في 1 إيكغريك، ونزيد الواحد هذا العدد اللي راني هنايا، العدد هذا. الآن مثلا لو كانت عندي 2 على 3 إيكغريك، واش نكتبها؟ نكتبها هي إيكغريك مربع مثلا، زائد 2 في 1 على 3 إيكغريك، الآن واش نكتب؟ نكتب زائد 1 على 3 مربع، ناقص 1 على 3 مربع، هذا مكان، هذا مكان. الآن نرجع نكتب هذه هي إكس ناقص 0 ولا لا؟ مربع. زائد الان ايكغريك مربع زائد 2 ايكغريك زائد 1 هي شنو؟ هي متطابقه شهيره من الدرجه الثانيه، ايكغريك ها زائد 1 الكل تربيع، زائد الان هنا واش عندي؟ زاد ناقص، اذا زاد مربع ناقص 2 ا بي او ا مربع ناقص 2 ا بي زائد بي مربع، اذا هو زاد ناقص 3 مربع ناقص 1 ناقص 9 وناقص 1 ناقص 10 ناقص 15 ناقص 25 كندير هنا شو لي؟ تولي 25. خلاص لقيت هذه معادلة ديك الكرة إحداثية المركز تاعها أوميجا واش تساوي؟
صفر وناقص واحد وثلاثة ونصف قطرها ايش شحال يساوي؟ يساوي خمسة. خلاص متفاهمين على هذه النقطة؟ واضحة؟ متفاهمين؟ إذا قال احسب، السؤال الذي بعده قال احسب بعد النقطة W، احسب بعد W، احسب دي W على المستوي P أو ABC. نفس الشيء نعوض الآن 2XW ناقص 3YW زائد ZW ناقص 1 على جذر 14. الآن 2 في الصفر ناقص 3 ناقص 3 في ناقص 1 زائد 3 زائد 1 أو 3 زائد 3 6 ناقص 1 5 على جذر 14 وتساوي 5. جذر 14 على 14 من سنتيمتر. الآن طب مني أعطي تمثيل بسيط للمستقيم. شوف أعطي تمثيل بسيط للمستقيم، أعطي تمثيل بسيط للمستقيم دلتا. شوف وش قال لي، الذي يشمل نقطة W، يشمل W ويوازي أو يعامد ABC. كعاد يعامد ABC هو عبارة عن ماذا؟ ما دام راه يعامد ABC، إذا الآن إذا شعاع توجيهه إذا سميته U دلتا راح عمودي على ABC. هذه وين تلقيت معاها شعاع عمودي على ABC؟ إذا شعاع ناظمي، يعتبر شعاع ناظمي. إذا U دلتا شو راح يساوي؟ يساوي كافي N ولا لا؟ الآن التمثيل الوسيطي لمستقيم، التمثيل الوسيط لمستقيم عندنا شعاع توجيه تاعو، اذا هذا يعتبر شعاع توجيه تاعو، شعاع توجيهي هذا شعاع توجيه. التمثيل الوسيط لمستقيم عندنا شعاع توجيه تاعو وعندنا نقطه، قلنا كيفاش تكتب؟ تكتب من هذا الشكل اكس تساوي ك في اكس ان اللي شحال عندنا الان الناظم تاعنا شحال اعتبرناه 2، اذا 2 ك زائد 0 احداثية المركز اوميجا، احداثية صفر احداثية النقطة صفر زائد صفر، والاجراج وش يساوي؟ ناقص ثلاثة، ناقص ثلاثة ك ناقص واحد، والزاد وش يساوي؟ ثلاثة زائد ك حيث ك ينتمي الى ان. هذا هو التمثيل الوسيط، مفهوم؟ قال عين طبيعة وخصائص هذه النقطة، هذه اللي كنا ما تحدثتش عليها نتحدث عليها الآن. عين طبيعة وخصائص النقطة تقاطع سطح الكرة مع المستوي هذا. شوفوا في تقاطع سطح الكرة مع المستوي، تقاطع سطح الكرة مع المستوي عندنا ثلاث حالات. تقاطع الكرة إذا S تقاطع P، نحكي على الحالة العامة وبعد نرجع للتمرين تاعنا. إذا S تقاطع P راح نلقاو ثلاث حالات. الآن S هي كرة أو فلك يسفر. الآن تقاطع الوضع النسبي أو دراسة الوضع النسبي بين سطح كرة ومستوي ذات المركز، إذا سميت S خصائصها أوميجا وعندها نصف قطر A. الآن شوف الحاجة الأولى نحسبو دي ديستانس تاعش، ديستانس تاع W المركز المستوي P هذا. راح نلقاو ثلاث حالات، نلقاو ديستانس تساوي R يعني المسافة بين سطح الكرة أو بين المركز والمستوي هي نفسها القطر نصف القطر، أو أنني نلقى دي أقل من R أو نلقى دي أكبر من R. نبدأ بالحالة الأولى، إذا كان الديستانس تساوي إذا كان الديستانس تساوي البي، الديستانس تساوي R، إذا كانت هذه الديستانس تساوي R اللي هو تساوي الريون، وش معناتها؟ الآن اعتبر نفسك في الفضاء، اعتبر نفسك في الفضاء، عندي كرة، عندها المركز W، المسافة بين W والمستوي تساوي R، والR هذاك الآن ها، نعتبر نفسي أنني في الفضاء، إذا اعتبرت أنه هذه جهة من الكرة فقط، جهة فقط، هذه جهة فقط، الآن هذا W، وهذا R.
المسافة بين الدبليو في والمستوي، واحد المستوي راه مار منه، مستوي منه، هي نفسها المسافة، هي نفسها نصف القطر. وش معناتها؟ معناتها ما ماس إذا كان، فإن اس أو بي ما ماس لاس بي تقاطع اس، وش يعطيني؟ يعطيني اش نقطة. الآن باش نعين إحداثية اش، باش نعين إحداثية اش، لتعيين اش نعين، وش نعينه؟ نعينه أولا تمثيل وسيطي لمستقيم يشمل، وش يشمل؟ يشمل المركز دبليو في و شعاع توجيهه ناظم لبي. الآن هذا دبليو في ام، مثلا اذا اعتبرت ام هو شعاع ناظم لبي، صح ولا لا؟ مفهوم. الآن هذا النقطة الأولى. الآن باش نعينها إحداثية هذه، نرفد الإحداث، نعين شعاع التوجيه أولا، نعين شعاع، عفوا نعين التمثيل الوسيطي، وبعد نرفد التمثيل الوسيطي هذاك، يعني راح نرفده بدلالة التي ولا بدلالة الكا، ونعوضه في المعادلة الديكارتية للمستوي، ونلقى التي نعاود نرجع نعوض لا كيما ذيك النهار كنا نديرو، مفهوم؟ الآن إذا كان الديستانس أقل، إذا كان الديستانس أقل، فإن بي تقاطع إس، أي تي تقاطع الكرة، تقاطع الكرة، الآن إذا كان أقل، معناتها تقاطع الكرة مع المستوي هذاك راح يعطيني دائرة، يعطيني دائرة مركزها، مركزها دائرة مركزها اش، ونصف قطرها ار مينيسكيل. وش تحقق لي ار؟ جذر ار مربع، او جذر ار مربع ناقص دي مربع. ان مثلا نعتبر نفسها هذه كرة، يوجد مستوي ان راح يتقاطع مع الكرة هذيك، هنا هذه هي نقطة التقاطع، أو هذه هي التقاطعهم. أن إذا كانت هذه الدبليو في قلت ارتفاعه نصف قطرها، إذا R مينيسكيل، هذه نصف قطر الدائرة، إذا R هو، عفوا هذا الدي، هذا الدي، هذا R، هذا R مربع. حسب نظرية فيثاغورس فإن R تساوي R مربع ناقص دي، مفهوم؟ الآن إذا كان أكبر، أي أن الكرة هنا والمستوي تاعي هنايا، نقطة تقاطعهم ماش يعطيني؟ أونسومبل بيت، يعطيني مجموعة خالية. الآن لتعيين إحداثية الأش نفس الشيء، نعينها كما هذه نفس الشيء، الأش نفسها، مفهوم؟ إذا قال عين طبيعة وخصائص تقاطع، نحسب الحاجة الأولى، شو قلنا نحسبه؟ نحسب دي دبليو في عن المستوي A B C. دي دبليو في عن المستوي A B C شحال لقيناها؟ خمسة جذر 14 على 14 مقارنة مع R الراية، وشحال لقينا؟ خمسة. الآن هو المقدار أصغر من R، إذا دي أصغر من R، إذا تقاطعه ايش راح يعطي لي؟ يعطي لي دائرة، تقاطع الكرة مع المستوي راح يكون عبارة عن دائرة. الآن تعيين خصائصها، قلنا تعيين خصائصها إذا سميتها دي أو إذا سميتها A B C تقاطع S يعطيني C فتحة. الآن خصائصها، نوجد تمثيل وسيطي، الآن تمثيل وسيطي وجدناه قبيل، كتبناه التمثيل الوسيطي، كتبناه قلنا نذكره به، هو X يساوي 2 T، Y يساوي ناقص 3 T ناقص واحد، وزاد يساوي تي زائد ثلاثة. الآن هذا التمثيل الوسيطي، هذا التمثيل الوسيطي، وعندي المعادلة على المستوى هي 2x ناقص 3y
زائد زد ناقص واحد تساوي صفر، هذا هو ا بي سي. وش قلت لنا باش نلقى احداثيات الاش نرفد هذه النقاط هذه الاكس والاي والزد نحطها من هنا نلقى تي ونعاود نرجع لهنا نعاود نعوض القيمه تاع تي لهنا نلقى الاحداثيات تاع الاش. الان اذا 2 تي ناقص 3 في ناقص 3 تي ناقص 1 زائد تي زائد 3 ناقص 1 تساوي صفر، اذا تي تساوي 11 ناقص 5 على 14. الان نرجع هذه نحطها لهنا نلقى احداثيه الاش، احداثيه الاش اذا سميتها اكس اش ايغريك اش زد اش، نلقى احداثيه الاش هما ناقص 5 على 7 14 وناقص 15 على 14 ناقص 14 على 14 تولينا 1 على 14 37 على 14. ارفد هذه وحطها لهنا، ارفد هذه وحطها هنا واحد المقام، هذا مكان مفهوم. الان وجدنا احداثيات المركز، الان احداثيات منتصف احداثيات او عفوا طول نصف القطر وش سميناه ار مربع او ار يساوي جذر ار مربع ناقص دي مربع، وش يساوي؟ يعني يساوي 5 مربع ناقص 25 على 14. وتساوي 5 جذر 13 على 14. إذن السؤال الذي بعده قال ليكن بي المستوي الذي معادلته، إذا قال بي مستوي معادلته، إذا بي مستوي معادلته إكس زائد إيغريك زائد زد ناقص واحد تساوي صفر. قال بين أن بي و أ بي سي متعامدة. الآن بي و أ بي سي متعامدة وش معناتها؟ إذا سميت ان واحد شعاع ناظمي ل A B C، ان شعاع ناظمي شحال؟ إذا واحد واحد واحد. إذا كان B و A B C متعامدان نفرض أنه إذا كان هذا المستوي الأول مع هذا المستوي متعامدان، وش معناتها؟ معناتها أن شعاعيهما أيضا متعامدان، أن إذا كان هذا شعاع ناظمي وهذا شعاع ناظمي إذا شعاعيهما كفا متعامدان. إذا كان ان واحد شعاع ناظمي لـ بي، ان شعاع ناظمي الاول تاع ا بي سي شحال؟ سميتو ان احداثياه او مركباته كم؟ اثنان ناقص ثلاثة والواحد. الان اذا كان ان او بي عمودي على ا بي سي معناها أن شعاعيهما ناظمين أيضا عموديين. الآن إذا كانوا شعاعيهما ناظمين عموديين أن سلميا أن واحد هل يساوي الصفر أم لا؟ الآن واحد في اثنان ناقص ثلاثة في الواحد زائد واحد في واحد تساوي كم؟ تساوي الصفر. إذا A B C متعامدان. الآن قال أعطي تمثيلا وسيطيا لدلتا مستقيم تقاطعهما. الآن أعطى التمثيل الوسيط لدلتا مستقيم التقاطع ABC و P هو نحل الجملة هذه X زائد Y زائد Z ناقص 1 تساوي صفر، و 2X ناقص 3 Y زائد Z ناقص 1 تساوي صفر. هكذا الآن لو نجمع أو لو نطرح نلقى X ناقص 3 y ناقص 4 y تساوي الصفر، إذا x تساوي 4 y. نعوض ال x 4 نعوض x هنايا، إذا 4 y زائد z ناقص 1 تساوي الصفر، ومنه z يساوي 1 ناقص 5 y بوضع
إيجريك تساوي تي، مش راح ينتج عندنا. إكس تساوي 4 تي، إيجريك تساوي تي، وزد تساوي 1 ناقص 5 تي. هو تمثيل وسيطي للمستوي لمستقيم التقاطع، وتي ينتمي إلى آر. الآن السؤال الذي بعده قال: عين بعد النقطة W. إذا قال عين بعد النقطة DW، عين بعد النقطة D عفوا عن المستوي P. نفس الشيء، نعوض إحداثية D في المعادلة الديكارتية للمستوي ونقسم على جذر A مربع زائد B مربع زائد C مربع، أي نقسم على 3. الآن نعوضه، ناقص 4 زائد 2 زائد 1 ناقص 1، إذا تساوي 6، 6 على جذر 3، إذا تساوي 2 جذر 3 على 3 سنتيمتر. دائما نحكي على المستوى، إذا عندي المستوى وحدة الطول هي سنتيمتر. الآن السؤال الذي بعده قال لي أحسب، أو قال لي استنتج المسافة بين D ودلتا. شوف، استنتج المسافة بين D ودلتا. D عن المستوى دلتا أو المستقيم دلتا يساوي D مربع D عن المستوى ABC زائد، إذا سميت هذه حسب نظرية فيثاغورس دي مربع، زائد دي مربع دي عن المستوي بي. أنا نعوض عدديا فقط، أن تساوي 14 زائد 4 على 3 وتساوي 46 على 3، هذه دي مربع. إذا دي عن دلتا يساوي جذر 46 على 3. لتكن ام تي فتحة نقطة على المستقيم دلتا، إذا ام تي فتحة نقطة تنتمي إلى دلتا فتحة. دلتا فتحة هو عبارة عن مستقيم تقاطع، نعم. إذا هذا هو التمثيل الوسيطي لدلتا فتحة، إذا تنتمي إلى دلتا فتحة مستقيم تقاطع بي و ابي سي. إن قال لتكن ام تي نقطة من المستقيم دلتا تي فتحة، عبر عن المسافة دلتا ام تي فتحة. إذا دلتا أو دي نقطة دي ام تي فتحة تساوي جذر إذا كانت تنتمي، ام تي فتحة تنتمي، إذا ام تي فتحة إحداثيها كم؟ نعوض الآن ام تي فتحة لأنها تنتمي إلى المستقيم هذا، إذا اكس دو تي تساوي 4 تي فتحة، إيكغريك دو تي تساوي تي فتحة، وزد دو تي تساوي 1 ناقص تي فتحة. تي فتحة. الآن ام تي فتحة كم تساوي؟ إذا تساوي تي فتحة 4 تي فتحة ناقص إحداثية دي مربع زائد تي فتحة ناقص إحداثية تي أو دي ناقص 2 مربع زائد ناقص 5 تي مربع. المفهوم هذه، هذه بعد دي ام، الطول دي ام تي، وش يسوي؟ إحداثية الام ناقص إحداثية دي مربع بالجذر، إذا 4 تي. إحداثية الدي قلنا هي إحداثية الدي 4 2 0، إحداثية الدي أو ناقص 4 عفوا، إحداثية الدي ناقص 4، إحداثية الدي عفوا ناقص 4، ناقص 4 2 1. مفهوم؟ ننشر. إذا تساوي 42 تي فتحة زائد 28 تي زائد 20 زائد 20، إذا سميت هذه تي واحد باش ما تخلطش فقط.
الآن قال ادرس اتجاه تغير الدالة F ل T، واحد تساوي D M T واحد. في دراسة اتجاه تغير ادرس اتجاه ولم يقل تغيرات. الآن كي يقول لك ادرس اتجاه معناتها احسب غير المشتق، وقال لي يا متزايدة يا متناقصة. اتجاه تغير معناتها هي متزايدة هي متناقصة، وإذا قال لي أحسب تغيرات أو أدرس تغيرات معناتها نحسب النهايات ونجيب المشتق والإشارة تاع المشتق وندير جدول تغيرات، مفهوم؟ الآن F معرفة وقابلة للاشتقاق ودالتها ودالتها المشتقة هي F فتحة ل T، وش تساوي؟ تساوي مشتق هذا على 2 جذر هذا 84 تي 1 زائد 2 مشتق 22 تي هو 8 زائد 14 الكل على جذر 42 تي مربع زائد 28 تي زائد 20 تساوي خرجوا 14 عامل مشترك تبقى تي زائد تبقى 3 تي زائد 1 على هذا المقدار إذا سميته في الآن إشارته من إشارة هذا لأنه V موجب و14 موجب إذن وين العدد 3 تي زائد 1 انت العدد تنعدم عند الناقص 1 تنعدم عند الناقص 1 على 3 أن F فتحة أن F فتحة لتي إذن قبله من ناقص 1 زائد ما لا نهاية سالبة إذن متناقصة متزايدة اتجاه تغير F الآن F لواحد على ثلاثة أو F لنقص واحد على ثلاثة أن نعوض F لنقص واحد على ثلاثة F لنقص واحد على ثلاثة تساوي إلى جذر 46 على ثلاثة قال احسب أو استنتج بطريقة ثانية المسافة إذن هذا السؤال نفسه هو استنتج المسافة الأصغرية أو حدد القيمة الصغرى للمسافة إذن دي إذن دي للنقطة دي عن مستقيم دلتا فتحة تساوي دي للنقطة دي عن مسقطها إذا سميته أش عن مستقيم دي ويساوي إلى أش وتساوي إذن إلى مين المينيمو تساوي إلى مينيمو أ أم إذا كانت أم نقطة متغيرة على دلتا فتحة وتساوي إلى مين F دو تي إذن مين تاع F دو تي كم تساوي ومنه طريقة أخرى تساوي دي عن دلتا فتحة تساوي إلى جذر على ثلاثة نسبي بين مستقيمين هذا ثاني ما تحدثناش عليه في الحصة السابقة الآن الوضع النسبي بين مستقيمين الآن إذا كان دلتا الوضع هذا خارج التمرين الوضع النسبي بين الدلتا والدلتا فتح خارج عن التمرين الآن هذا نحكي نشرح خارج التمرين وبعد نرجع للتمرين تاعي مستقيمان شعاع توجيههما U و U فتحة وتمثيلهما الوسيطي على الترتيب X تساوي XA زائد XA زائد T في A Y تساوي YA زائد T في B و Z تساوي ZA زائد T في C تمثيل الوسيطي لمستوي المستقيم الأول أن X تساوي XB زائد T A فتحة أو لامدا A فتحة Y تساوي XB زائد لامدا B فتحة وZ تساوي ZB زائد لامدا C فتحة المعرفين بتمثيلهما الوسيطي الآن قال إذا كان U شعاع U
يوازي الشعاع اي فتح، فإن دلتا يوازي أيضا دلتا فتح. كي نقول يوازي معناتها عندهم ارتباط خطي، معناتها واحد مكتوب دلالة الآخر. الآن هنا هذه واحد حالة خاصة منها، إذا كان أ ينتمي لدلتا و أ ينتمي لدلتا فتحة، وش معناتها؟ معناه دلتا ودلتا فتحة كيف كيف هما مستقيم واحد، معناه دلتا ودلتا فتحة منطبقان. الآن إذا كان دل أ ينتمي لدلتا و أ لا ينتمي لدلتا فتحة، معناه متوازيان تماما، ح يساوي مجموعة خالية. إذا كان إي ودلتا فتحة أو إي وإي فتحة غير مرتبطان خطيا، فإن دلتا ودلتا فتحة، دلتا ودلتا فتحة إما متقاطعان، إما يتقاطع في نقطة متقاطعان في نقطة واحدة في نقطة واحدة، وإما أنهما ليس من نفس المستوي. الآن باش نحدو، باش نحدو إذا راه متقاطعين ولا ما مش من نفس المستوي، نحل الجملة هذه إكس أ، إكس أ لتي أ أو إكس أ زائد تي أ يساوي إكس بي زائد لامدا أ فتحة، إجراج أ زائد تي بي تساوي إجراج بي زائد لامدا بي فتحة، وزد أ زائد تي سي تساوي زد بي زائد لندا سي فتحة. معناتها نحل التمثيل الوسطي تاع هذا يساوي التمثيل الوسطي تاع هذا. الآن راح نحل التمثيل الوسطي، راح نلقى حالتين زوج حوايج. إذا كان الجملة حل، إذا كان الجملة حل معناتها عندها حل واحد، نلقى تي هنايا ونلقى لندا هذا هنا، كي نعوض لهنا ونعوض لهنا نلقاه نفسه، كي نعوض منا ونعوض منا نلقاه نفسه، أي أن دلتا معناه دلتا ودلتا فتحة يتقاطعان وفق نقطة، يتقاطعان معناتها دلتا تقاطع دلتا فتحة يعطيني نقطة دبليو. إحداثية كيفاش ندير؟ نعوض بالتي هذه اللي احنا نلقاها لهنا، والله هذه إذا كان راني نحكي إذا كان عندها حل، معناتها التي هذه كي نعوضها لهنا نلقاها مثلا واحد 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 اكس واحد والاكراك واحد والزد واحد مثلا، ونزيد نعوض باللمدة نزيد نعوضها لهنا ونلقى الاخرى واحد واحد واحد، معناتها عندي حل، معناتها انهما يتقاطعان وفق نقطة دبليو. الان اذا كان تقاطعهما ليس له حل، معناتها كي نعوض لهنا نلقى واحد واحد اثنين مثلا، نعوض منها نلقى صفر صفر واحد، معناتها الزد إيه؟ معناتها اكس هذه واكس هذه ماهيش كيف كيف، معناتها اكس هذه واكس هذه ماهيش كيف كيف، النقطة هذه النقطة هذه والنقطة هذه ماهيش كيف كيف، أي أن نقطة التقاطع أي أن دلتا دلتا تقاطع دلتا فتحة يعطيني مجموعة خالية. نرجع للتمرين تاعي، قال هو أدرس الوضع النسبي بين المستقيمين. نحسبوا حنايا عندنا اي شعاع توجيه المستقيم الأول، ولا بأس أن ترجعوا تعودوا تشوفوا شعاع توجيه، اي شعاع توجيه المستقيم دلتا 2 ناقص 3 1، واي فتحة شعاع توجيه المستقيم الثاني 4 1 ناقص 5. الان هذا التوجيه شعاع التوجيه هذا نجيبه غير من التمثيل الوسطي، ها 3 1 و4 1 ناقص 5 مفهوم. الان هل هذا الشعاع متوازيا او هل هما مرتبطان خطيا؟ 4 على 2 لا يساوي 1 على ناقص 3 وبالتالي غير مرتبطان خطيا. الآن أنا قلت غير مرتبطان خطيا، معناتها إما راح يتقاطعوا في نقطة
والله ما مش راح يتقاطعوا نهائيا، او ان اي انهما مستويان مختلفان. الان نحل الجمله، وش من جمله؟ 2 تي تساوي 2 تي تساوي 4 تي فتحه، وتي وناقص 1 ناقص تي وش تساوي؟ تساوي تي فتحه. الان نلفت القيمه تاع تي فتحه هذه ونحوطها لهنا، وش حنلقى؟ نلقى تي تساوي ناقص 2 على 7، وبالتالي تي فتحة تساوي ناقص 1 على 7. نعوض الإحداثية هذه، نعوض الإحداثية هذه، نعوض بتي في المستوي في المستقيم دلتا، ونعوض بتي فتحة في المستقيم دلتا فتحة. إذا لقيتهم نفسهم معناتها راهم رايحين يتقاطعوا في نقطة واحدة، إذا لقيتها ما مش نفسهم معناتها راهم رايحين مش ليس من نفس المستوي. الآن كي عوضت ام للدلتا أو أم فتحة للدلتا فتحة تساوي ناقص 4 على 7 ناقص 1 على 7 و12 على 7. هذا القيم ما جبتهمش من راسي، هذا عوضت التمثيل الوسيطي فقط بالقيمة تي فتحة. الآن أم للدلتا ناقص 4 على 7 وناقص 1 على 7 و19 على 7، هل هما من نفس المستوي؟ ما هيش كيف كيف، ما جيتش نفس النقطة. إذن أم و... إذن دلتا ودلتا فتحة ليس من نفس المستوي. إذن دلتا ودلتا فتحة لا ينتميان لنفس المستوي. السؤال الذي بعده، لو قال أعطي معادلة ديكارتية للمستوي المحوري. الآن المستوي المحوري لأم أن، حكينا ديك نهار أم أن، حكينا المستوي المحوري لقطعة. الآن وش نجيبو الحاجة الأولى؟ أعطاني أم إحداثياها، قال أم إحداثياها 1 0 0، وأن نقطة إحداثياها النقطة الإحداثية ناقص 1 0 2. الآن باش نجيب المعادلة الديكارتية لهذا المستوي، المستوي المحوري لهذه القطعة، نحسبه أي منتصف القطعة هذه إحداثية تاعها واش حتحقق؟ ناقص 1 زائد 1 0، إذا 0 0 زائد 0 0 1. الآن هذه نقطة. الآن أي تنتمي لهذا المستوي؟ الآن أي إذا سميتها منتصف راها تنتمي لهذا المستوي. الآن الشعاع أم أن شحال مركباته؟ ام ان اذا ناقص 2 0 ناقص 2 او عفوا 2، اذا 2 ناقص 0 2. الان هذا شعاع يعتبر ماذا؟ يعتبر شعاع ناظمي للمستوي المحوري للقطعه. اذا المعادله الديكارتيه نتاعو سماه لي كيو، اذا المعادله الديكارتيه نتاعو هي ناقص 2 اكس زائد 2 زد زائد دي تساوي 0، تعيين دي. اذا اي تنتمي لهذا المستوي؟ اذا 0 زائد 2، اذا 2 زائد دي تساوي 0، ومنه دي يساوي ناقص 2. تصبح المعادله الديكارتيه للمستوي ناقص 2 اكس زائد 2 زد ناقص 2 تساوي 0. الان قال عين تقاطع ثلاث مستويات. تعيين تقاطع ثلاث مستويات، مستويات نعين تقاطع مستويين وبعد نعين تقاطعهما مع المستوي الثالث. الآن عندنا تعيين تقاطع ثلاث مستويات. الآن A B، شوف هذه ما حكيتش ثاني عليها هذيك النهار، نحكي عليها الآن. تعيين تقاطع ثلاث مستويات، باش نعين تقاطع ثلاث مستويات نعين تقاطع زوج مستويات مع بعضهم وبعد نزيد نعين الثالث، مفهوم؟ تقاطع P تقاطع Q يساوي الآن AB، يساوي AB ABC عفوا تقاطع P الكل تقاطع Q. ABC تقاطع P هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن المستقيم دلتا تقاطع Q. إذا
تقاطع المستوي A B C مع المستوي P مع المستوي Q هو نفسه تقاطع المستوي المستقيم دلتا مع Q، مفهوم؟ الآن تقاطع دلتا مع Q، تقاطع دلتا مع Q، تقاطع دلتا مع Q، نعوض إحداثية دلتا، نعوض بالتمثيل الوسيط لدلتا في Q ونشوف وش عندنا، إما عندنا نقطة أو مجموعة خالية أو أنه ينتمي. والآن باش نعاود نراجع لهذه، حكيت عليها في التسجيل في الملخصات الهندسة الفضائية، عاود راجع الفيديو. إذا نعوض بالتمثيل الوسيط لدلتا في Q، إذا ناقص 2 في 4 تي فتحة، إذا دلتا فتحة سميناها مستقيم تقاطع عفوا، تي فتحة ناقص أو زائد 2 في 1 ناقص 5 تي فتحة ناقص 2 تساوي الصفر. إذا تي فتحة تساوي الصفر، إذا تي فتحة تساوي الصفر، إذا تقاطعهما، إذا كيو تقاطع ABC تقاطع بي يساوي، الآن نعوض تي فتحة لصفر أو تي فتحة تساوي الصفر، نعوض فيها في التمثيل الوسيط نتاع دلتا فتحة، نلقى النقطة صفر صفر واحد اللي تساوي آن. شوف في تقاطع ثلاث مستويات، لدراسة تقاطع ثلاث مستويات يكفي أن ندرس تقاطع مستويين، نبدأ بزوج مستويين، ندرس الوضع، ندرس تقاطع زوج مستويات. الآن إذا كان، إذا كانوا هذو الزوج مستويين متوازيين، مثلا نعتبر المستويين هذا مستوي وهذا مستوي، ندرس الوضع النسبي نتاع هذا المستوي مع هذا المستوي. الآن إذا كانوا متوازيين معناتها هذا وهذا ما كانش تقاطع بيناتهم، الآن تقاطعهما مع المستوي الثالث ما كان حتى حاجة، والتقاطع هو النقاط المشتركة بيناتهم في ثلاثة، هذا هو التقاطع. إذا تقاطع هذا المستوي مع هذا المستوي إذا كانوا متوازيين تماما، أي ماهوش متطابقين، إذا كانوا متوازيين تماما فنقول إن تقاطع ثلاث مستويات يعطيني المجموعة الخالية. الآن إذا كانوا هذو متقاطعين، إذا كانوا هذو متقاطعين، هذو الزوج متقاطعين، الآن راني راح ندرس تقاطع مستقيم مع مستوي ثالث. الآن إذا كانوا هكذا مثلا، الآن راني راح ندرس تقاطع المستقيم المستوي هذا مع هذا المستقيم، راح يعطيني حالتين، إما أنه يصبح عن تقاطع، إما أنه راح يعطيني مستقيم اللي هو تقاطع هذا مع هذا راح يعطيني مستقيم، أو أنه راح يعطيني نقطة إذا كانت المستوي هذا بهذا الشكل مثلا، إذا كان بهذا الشكل تقاطعه وش راح يعطيني؟ راح يعطيني نقطة فقط، مفهوم؟ إذا تقاطع ثلاث مستويات، تقاطع ثلاث مستويات في الفضاء راح ينتج إما أنه يعطيني نقطة، إذا كانوا نبدأ الحاجة الأولى قبل ندرس مستويين، إذا كانوا متوازيين تماما أي أن مجموعة تقاطعهما يعطيني مجموعة خالية. الآن إذا كانوا متقاطعين مستويين زوج الوالا هذوك اللي أنا درستهم، مستويين هذا وهذا مثلا A B وال B C وال B، لقيتهم قبل متقاطعين وفق مستقيم، أي أن تقاطع كي و A B C تقاطع بي راح يعطي لي حالتين، إما راح يعطي لي نقطة وإما راح يعطي لي مستقيم، مفهوم؟ الآن عين إحداثيات، المرجح أيضا ما تحدثتش عليه في الحصة السابقة، نتحدث عليه الآن. الآن عين إحداثيات المرجح الجملة، أو قال عين جي مرجح المثلث ABC وجي فتحة مرجح الجملة، مرجح الجملة A المرفقة بالمعاملات ABC المرفقة بالمعاملات A3 B ناقص 1 و C 1. الآن لتعيين المرجح، C إحداثية تحقق XA زائد XB زائد XC على 3، Y A زائد Y B زائد Y C على 3، و Z A زائد Z B زائد Z C على 3. إذا تساوي، إذا جي إحداثيها 2 1 0. إذا جي فتحة مرجح الجملة المثقلة المرفقة بالمعاملات A 3 B ناقص 1 C 1. إذا جي فتحة شحال راح تكون؟ إذا 3 XA زائد أو ناقص
المعامل هذا نضربه في الاكس بي، ناقص اكس بي زائد اكس سي على 1 ناقص 3 زائد 3، او عفوا على 3 ناقص 1 زائد 1 على 3. نفس الشيء 3 إجراك أ ناقص إجراك بي زائد إجراك سي على 3، وثلاثة ناقص ثلاثة عفوا زد أ ناقص زد بي زائد زد سي على 3، وتساوي 4 على 3 ناقص 1 على 3 وناقص 8 على 3. الآن مجموعة النقط، عين في كل حالة من الحالات التالية مجموعة النقط آمنة الفضاء والتي تحقق طويلة ام A زائد ام B زائد ام C تساوي 6. هذا أمر سهل، هذا حكينا هذيك نهار في الهندسة، حكينا في الأعداد المركبة على مجموعة النقط من هذا الشكل. الآن بما أن G مرجح الجملة A B C، ندخل الان جي واش تولي عندي، وهذه نعطي لك حاجه الان، هذه يشفع عليها الان. اذا كان مجموع المعاملات هذا ما يساويش صفر، اذا كان مجموع المعاملات ما يساويش صفر، اي ان النقطه هذه هتقبل مرجح. الان كان مجموع المعاملات يساوي صفر، عرف باللي راه الام هذيك راح تنحى كاع عيتك، ما تزيدش تلقى الام في العباره نتاعها. الان نشوفوها بعد تحت في التمارين اذا امكن. نعم في الجزء الثاني كاين، في باء كاين. الان اذا ندخل جي، اذا كانت جي مرجح الجمله فان جي ا الفا جي ا زائد بيتا جي بي زائد جاما جي سي تساوي الصفر. اذا كانت الفا، اذا كانت جي مرجح الجمله ا بي سي المرفقه بالمعاملات الفا بيتا جاما، اذا هذه تساوي الصفر. اذا دخل جي، اذا ام جي زائد جي ا زائد ام جي زائد جي بي زائد ام جي زائد جي سي. الان ام A ام A او عفوا جي A الان جي A زائد جي B زائد جي سي، وجي مرجح الجملة، جي مرجح الجملة A B C المرفقة بالمعاملات 1 1 1، اذا هذا يساوي الصفر. اذا هذه شحاحة تساوي ام جي زائد ام جي زائد ام جي تساوي الطاوله 3 ام جي. نعم نحكي لها شعاع. الان 3 تخرج بالقيمه المطلقه، تخرج 3 في طاوله ام جي. ان طاوله ام جي هي عباره عن الطول ام جي، اذا 3 طول ام جي يساوي ماذا؟ يساوي 6. اذا ام جي ومنه ام جي تساوي 2. الان كي نحكي على الفضاء، كي نحكي على الفضاء ما هي هذه؟ شنو هو الطول بين نقطة جي ثابتة نعرفها أنايا، جي راها ثابتة، هذه ديرها في راسك زين، ونقطة أخرى متحركة يساوي 2. لو نحكي على المستوي، لو نحكي على المستوي الآن، إذا اعتبرت هذه جي وراها النقطة هذه، ها تتحرك هاك، ها هاي تتحرك هاك، هذه شنو عبارة عن ماذا؟ في المستوي هي عبارة عن دائرة. الآن لما نحكي على الفضاء، نقطة ثابتة، ها نثبت نقطة هذه ثابتة، نقطة ثابتة ونحرك، الآن مجموعة نقط عبارة عن ماذا؟ إذا مجموعة النقط هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها شحال؟ 2. إذا مركزها جي ونصف قطرها. الآن مجموعة النقاط الثانية، قال ام A زائد ام B زائد ام C طويلة الشعاع هذا تساوي إلى 3 ام A ناقص ام B زائد ام C. شوف الآن، الآن في الجزء الأول هذا، هذه قبل شو لقيناها؟ لقيناها هي 3 الطول ام جي، شفوا عليها 3 طول ام جي. نجي للجزء الثاني، عندي 3 والناقص 1 والواحد، هذه وشتها؟ 3 وناقس 1 والواحد وين تلاقيت معاها من قبوي؟ لقيتهم قبوي في المرجح نتاع جي فتحة، إذا ندخل جي فتحة لنا وشو اللي عندي؟ زائد 3 جي فتحة A زائد أو ناقص عفوا
ناقص ام جي فتحة زائد جي فتحة او ناقص جي فتحة بي زائد ام جي فتحة زائد جي فتحة سي. الان جي فتحة مرجح الجملة ا بي سي المرفق قبل معاملة 3 ناقص 1 1 اذا 3 جي ا اذا نفس الشيء اذا 3 جي ا ناقص جي بي زائد جي سي تساوي الصفر لان هذا الثلاثة يساوي الصفر. وش تبقى لي؟ تبقى لي 3 ام جي ناقص ام جي زائد ام جي اذا تساوي 3 ام جي فتحة. الآن ثلاثة تخرج بالقيمة المطلقة لأنها عبارة عن طاولة إذا تساوي ثلاثة أم جي فتحة. ما هي طاولة الشعاع أم جي فتحة؟ إذا هو الطول ثلاثة أم جي فتحة. إذا عندي من جهة ثلاثة أم جي طول يساوي ثلاثة أم جي فتحة، ومنه أم جي الطول أم جي يساوي أم جي فتحة. ما هي مجموعة النقط هنا؟ الآن جي وجي فتحة نقطتين ثابتتين، راهم ثابتين جي وجي فتحة ما يخلعكش. جي وجي فتحة هذول راهم نعرفوهم سهلين. الآن شنو هي المسافة بين أم جي تساوي المسافة بين جي أم أو أم جي تساوي أم جي فتحة؟ الآن هنا النص، نزيد نمشي، هذا يعني نحكي في المستوي. في المستوي هو عبارة عن مستقيم محوري. الآن لما نحكي على الفضاء، لما نحكي على الفضاء هو مستوي محوري، ها اي نقطة من هذا المستوي المسافة منا لهنا تساوي المسافة منا لهنا، صح ولا لا؟ اذا هي مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة. اذا مجموعة النقط مستوي محوري للقطعة جي جي فتحة، ونقدر نقول مستوي الناظم جي جي فتحة يمر من منتصف جي جي فتحة. مفهوم؟ الان مجموعة مستوي شعاعه الناظم جي جي فتحة يمر من منتصف جي جي فتحة. مفهوم؟ الآن مجموعة النقط الثالثة، هذه ثاني في الباك تضحك كنت يخلع تلاميذ يقول لك ما عرفتش نخدمها ما عرفتش ما عرفتش. عطالي ام A زائد ام B زائد ام C سلميا في ام A سلميا 3 ام A ناقص ام J زائد ام عفوا ناقص 3 ام بي زائد ام سي. الان الجزء الاول شحال لقيناها قبل؟ لقيناها هي 3 ام جي. اذا الجزء الاول قلنا هي 3 ام جي 3 ام جي فتحه تساوي الصفر. 3 في 3 9 لكن 9 لا تساوي الصفر. اذا ام جي سلميا ام جي فتحه يساوي الصفر، أي أن ام جي عمودي على ام جي فتحة. ما هي مجموعة النقط الآن؟ ام جي عمودي على ام جي فتحة. إذا مجموعة النقط لو كنا في المستوي، لو كنا في المستوي، لو كنا في المستوي مجموعة النقط هنا شو تكون؟ ام جي ام بي جي ام جي فتحة تساوي 90، بي على 2 مجموعة النقط هنا شكون؟ تكون تكون دائرة. الآن لما نكون في الفضاء مجموعة النقط هي سطح كرة قطرها جي جي فتحة. الآن نرجع للنقطة لمجموعة النقط اللي فتناها، لأن مجموعة النقط كاينة واحدة فتناها، نعم. إذا ام A زائد ام B زائد ام سي تساوي 2 ام A ناقص ام بي ناقص ام سي. الان لو كنت تبع هذه منا دائما راه عندي نفسها 3 ام جي. نجي للجزء هذا، مجموع المعاملات راه يساوي الصفر. وش معناتها؟ معناتها راه راح تروح الام هذه كامل، هذه ديرها في راسك زين. مجموع المعاملات لما يساوي الصفر الام هذيك راه راح تروح نهائيا. اذا من راح تولي عندي الان لو نفكك الجزء الثاني هذا واش تولي عندي؟ تولي عندي ام A ناقص ام B زائد ام A ناقص ام C. لو كان نزيد نفككها ام تولي ام A
زائد بي ام زائد ام ا زائد سي ام حسب علاقة شان بي ام ام ا هي شنو؟ هي ا بي زائد سي ام ام ا هي ا سي. خلاص الان هاي راحت الام نهائيا. الان راحت الام نهائيا. لو انني نفرض نقطة نسميها او هي مرجح الجملة ان او مرجح الجملة بي سي المرفقة بالمعاملة واحد واحد. اذا او بي زائد او سي تساوي الصفر. لو انني ندخل الان لو كنا ندخل او لهنا واش تولي عندي؟ تولي ا او زائد او بي زائد ا او زائد او سي. ان لو نفرض ان ونسمي او مرجح الجملة بي واحد سي واحد، اذا شحال راح تبقى عندي منه؟ تبقى اثنين ا او. هذا عبارة عن يساوي الى اثنين الطول ا او. اذا ام جي تساوي اثنان على ثلاثة ا او. لكن ا او هو عبارة عن ماذا؟ اثنان على ثلاثة. هذه ما تخلعتش كي تلاقى هكذا اثنين على ثلاثة. هذا اثنين على ثلاثة ا او هذا راه عبارة عن طول نقدر نحسبه نورمال. ا او نقدر نحسبه عادي جدا. ا او هو طول، هو طول نقدر نحسبه. ان الان هذا نقدر نحسبه كي نضربه في 2 على 3 يبقى نفسه. اذا المسافة ام جي اذا سميته هذا الفا، معليش ام جي تساوي الفا. ما هي مجموعة النقاط؟ هي سطح كرة مركزها جي ونصف قطرها. نصف قطرها شكون؟ الفا اللي يساوي 2 على 3 ا او. نقدر نحسبه اذا كانت عملية او مرجح بي سي المرفقة بالمعاملة واحد واحد نقدر نحسب المرجح تاعي، نقدر نحسب احداثية الاو، وبعد نقدر نحسب طول ا او، نقدر نحسب طول ا او نضربه في 2 على 3 نوجد الفا اللي هو طول نصف القطر الكرة. اذا مجموعة النقط الاخرى قال 3 ام ام ناقص ام بي زائد ام سي سلميا ام ا ناقص ام بي. هذه تسلسل. الان هذه دائما حل قلنا عليها بويل هي 3 ام جي. هذه ام بي ام بي ا ام بي ناقص ام بي نقدر نقلبها تولي هي بي ام. نهاية الاول مع بداية الثاني تروح تولي بي ا عفوا تساوي الصفر. اذا ام جي سلميا ب ا تساوي الصفر. ما هي مجموعة النقط؟ اي ان ام جي اي ان ام جي عمودي على ا بي. وشنو هي مجموعة النقط هنا؟ ان مجموعة النقط مستوي يشمل جي و ا بي ناظمي له. النقط الاخرى قال ام ا مربع زائد ام بي مربع زائد ام سي مربع تساوي 30. الان لو كان شعاع مربع زائد ام بي شعاع مربع زائد ام سي شعاع مربع تساوي 30. لو ندخل الجي واش تصبح؟ تصبح ام جي زائد زائد جي ا مربع زائد ام جي زائد جي بي مربع زائد ام جي زائد جي سي تساوي 30. ننشر تعطيني 3 ام جي مربع زائد 2 جي ا مربع عفوا زائد جي ا مربع
زائد جي باي مربع زائد جي سي مربع ان زائد اثنان ام جي في جي ا زائد جي بي زائد جي سي تساوي 30. ان هذه تروح بصفر، انه هذا تروح بصفر لانه جي مرجح الجمله ا بي سي المرتقبه بالمعامله 1 1 1، اذا هذه تروح بصفر. واش تبقى عندي لهنا؟ اذا تبقى 3 ام جي مربع تساوي 30 ناقص جي ا مربع ناقص جي بي مربع ناقص جي سي مربع. الان جي ا مربع طول، جي بي مربع طول، جي سي مربع طول، نقدر نحسبها. اذا جي ا مربع هو طول ا بي مربع اي يساوي 3، او ا جي. جي بي مربع هو طول جي بي اذا يساوي 10، وجي سي مربع يساوي طول جي سي ويساوي 5. ومنه 3 ام جي مربع تساوي 30 ناقص 10 ناقص 15 ناقص 18 وتساوي 12، لأن ام جي مربع تساوي 4. أنو شنو هي مجموعة نقط ام جي مربع تساوي 4؟ شنو هي مجموعة النقط هذه؟ إذا هي سطح ام جي سطح كرة، يعني نحكي على طول مسافة جي ونصف قطرها، ونصف قطرها ماذا؟ ونصف قطرها اثنان، ونصف قطرها ماذا؟ ونصف قطرها اثنان. أو أن نقدر نعوض لهنا ب ام ا، هذا نقدر نعوضه هو اكس ا ناقص اكس ناقص اكس ام مربع، نقدر نكتبه هكذا هو اكس ناقص أو اكس ا ناقص اكس مربع زائد إيكغيك ناقص إيكغيك أ مربع زائد زد ناقص زد أ مربع. ونفس الشيء بالنسبة للبي، ننشر ونبسط، ننشر ونبسط نجا. أنه يمكننا أن نكتب العبارة هذيك، إذا قال أم أ إذا هي إكس ناقص إكس أ مربع زائد إيكغيك ناقص إيكغيك أ مربع زائد زد ناقص زد أ مربع زائد نفس الشيء بالنسبة إلى بي، إذا إكس ناقص إكس بي مربع زائد إيكغيك ناقص إيكغيك بي مربع زائد زد ناقص زد بي مربع زائد إكس ناقص إكس سي مربع زائد إيكغيك ناقص إيكغيك سي مربع زائد زد ناقص زد سي مربع تساوي 30. إذا نعوض الآن عدديا، الآن أ عندي نقطة إحداثياها 1 وصفر وناقص 1، والبي إحداثياها 2 2 ناقص 3 و3، والسي نقطة إحداثياها 3 1 ناقص 2. الآن ننشر لهنا، نجي لهذه العبارة ننشر. إذا إكس ناقص واحد مربع، تبع معايا بالعقل بقى، زائد إيكغيك ناقص صفر مربع زائد زد ناقص ناقص واحد اللي زائد واحد مربع زائد إكس ناقص اثنان مربع زائد إيكغيك ناقص اثنين مربع زائد زد ناقص ثلاثة مربع زائد إكس ناقص ثلاثة مربع زائد إيكغيك ناقص واحد مربع زائد زد ناقص واحد ناقص أو زائد اثنين مربع تساوي 30. مفهوم؟ إذا هذه هي إم أ مربع، هذه هي إم بي مربع، هذه هي إم سي مربع. الآن لو ننشرح نلقى إكس مربع هنايا وإكس مربع هنايا وإكس مربع هنايا، إذا ثلاثة إكس مربع ناقص 2x
زائد واحد هنايا اجراج مربع، وهنا اجراج مربع، وهنا اجراج مربع زائد ثلاثة اجراج مربع زائد صفر اجراج ناقص اتنين اجراج او ناقص اربعة اجراج. هنا احنا جا ناقص اربعة اجراج، وهنا احنا جا ناقص اتنين اجراج، اذا ناقص ستة اجراج زائد زاد مربع هنا وزاد مربع هنا وزاد مربع هنا ثلاثة زاد مربع، هنا اثنين زاد زائد اثنين زاد، وهنا يا ناقص ستة زاد، وهنا يا زائد ربعة زاد، إذا صفر. إذا هنا عندنا اثنين ناقص اثنين إكس، وهنا ناقص ربعة إكس، إذا ناقص اثنين ناقص ربعة ناقص ستة، وهنايا ناقص ستة، إذا ناقص 12 إكس، إذا ثلاثة إكس مربع ناقص 12 إكس زائد ثلاثة إجراج. لو كان نرجع للأعداد الآن، زائد ثلاثة إجراج مربع ناقص ستة إجراج زائد زد. الآن هنا إذا واحد والواحد زوج والربعة ستة، عفوا واحد والواحد زوج والزوج ربع والربعة نعم ستة، والربعة اللي هنا عشرة و18 22 29 والربعة 33. إذا 33 كنت دائما تولي ناقص ناقص 3، مفهوم؟ الآن لو كان نقسم كلش على 3 تولي عندي إكس مربع زايد أو ناقص 4 إكس زايد إجراج مربع ناقص 2 إجراج زائد زاد مربع تساوي ناقص 1. بنفس الفكرة تاع قبيل، إذا نكتب عندي الإكس اللي هنا ولا ما عنديش؟ عندي، إذا نكتب إكس مربع ناقص 2 في 2 إكس، قلت كي نلقى هذا نديره هنا هو مربع والنقص هو نفسه، إذا ناقص 4 وزيد 4، نزيد 4 ونقص 4، مفهوم؟ زايد إكراك عندي اللي هنا، إذا نكتبه هو إكراك مربع ناقص 2 إكراك في فشرة مضروب في الواحد، إذا نزيد 1 ونقص 1، زايد زاد مربع تساوي ناقص 1، مفهوم؟ الآن هذا هي متطابقة شهيرة، هي إكس ناقص 2 تربيع زائد هذه هي متطابقة شهيرة إيكغريك زائد واحد أو ناقص واحد تربيع. الآن هنايا عندي زاد مربع، إذا زائد زاد مربع، هنا عندي ناقص أربعة ناقص واحد ناقص خمسة، كين ديال هي شحال تولي؟ تولي خمسة، إذا ناقص واحد زائد خمسة أربعة. الآن هذه هي المعادلة، سطح كرة مركزها إذا سميته مثلا نقطة ألفا إحداثياته 2 و1 و0 ونصف قطرها هو 2. الآن هذه هي نفسها إحداثيات المرجح اللي هي لقيناها بو 2 و1 0، مفهوم؟ إذا بالطريقة الأولى هنا سطح كرة، ونخدم هذه الطريقة الثانية وهي طريقة تحليل، هذه شوية طويلة لكن مليحة.